السيد الوزير والسيد الكاتب العام لعدالة الإقليم الأساسي في دوره السادسة، وأنما قد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. نعيش مع الحدث ديال الوحدات، شوف واحد جوج ولكن نجمعوا فيهم الناس، ماشي كل واحد يديروا يتجمعوا يديروا دي كوبيراتيف ولا دي جي او وتكون صافي ديال الفيرا اللي يعطينا النواه ديال الفيدرالية بيننا كاين شي حاجه هو اللي خصنا نشرك تا سيك نيوز رئيس التوجه ديال الفيرا اللي بالنسبه لنا انا نمشي معاك من دابا ونبتز معاك غير خصني نلقى الماء دابا الا كاين الماء ولا باس نمشيو معاك لان حنا دخلنا راه كان سيد الرئيس سيزون سيري هذا طيب غادي ندير واحد الشيء مع سيد الرئيس راه سير وصلك سير وصلك سير وصلك سير باش كتشالي بريو محمد زين رئيس الجمعية الإقليمية للمنتجين الكبار بأسفي، الجمعية التي تنظم الدورة السادسة للمعرض الوطني الكبار اللي الحمد لله تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اليوم كانت الافتتاح ديالو من طرف سيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والرئيس الغرفة ورئيس المجلس البلدي والإقليمي. الحمد لله اليوم بتضافر جهود خصوصا بمساعدة السيد عامل إقليم أسفي اللي عنده واحد الدور كبير باش أنه يبقى هذا المعرض. الحمد لله وصلنا للدوره السادسه والمساحه الكبيره تقريبا 3200 متر بحوالي 170 تعاونيه اللي كاين تتمثل مختلف جهات المملكه. نتمنى نراهنوا ان شاء الله على النجاح الدوره السادسه كما نجحوا الدورات السابقه، ونتمنى ان شاء الله كما جاء في التصريح ديال السيد الوزير لما لا ان شاء الله تكون مدينه اسفي نسخه سابعه دوليه ان شاء الله. كما تعرف بان هذا المعرض عطى واحد قيمه مضافه لسلسله كبار باقليم اسفي. معرض اليوم اسفي هي المعرض الوطني، واليوم الكبار تعرف بانه تتجاوز الثمن ديالو 17 درهم او 18 درهم، وبتعرف بان غتكون هنا غتكون واحد الندوات خصوصا على البحث العلمي. كما قلنا السيد الوزير باننا بغينا الكبار نديروا التثمين، ما نبقاش نبيعوا الكبار غير في البرامل، حنا محتاجين ان الكبار يتباع مثلا في لومبالاج، في عده مثلا في الصابون، في الزيت، هذا اللي غيعطي قيمه مضافه ان شاء الله للتعاونيات الشبابيه والنسويه باقليم اسفي.